شكرا. اولا في مستويات نتاع النقاش، وانا هذا الشيء كنت متوقعه، لان فيه مثقفين، فيه ناس عندهم تكوين قانوني، فيه كان عندهم تكوين القانون الدستوري، فيه ناس عندهم تكوين سياسي ولكن ما مارسوش لا القانون ولا. هذه هي النقاشات والمستويات تاع النقاش اللي تخليه يكون دستور توافقي بين كل المواطنين. ماهوش سهل باش الانسان يقحم نفسه هكا في نقاش دستوري. النقاشات الدستوريه غالبا لا تعطى للجماهير. انا بغيت نعطيها للجماهير باش كل واحد يوجد الداله نتاعو فيها الدستور، يكون دستور توافقي اللي ما يتغيرش، ما تكونش فيه متغيرات كبيره. كان فيه مستويات، وصراحه انا بالنسبه لي هذاك الشيء اللي كنت متوقع فيه. وفي النهايه قبول ولا الرفض للاستفتاء، ولكن يعبر على تكوين المجتمع الجزائري. الامام عنده راي، واستاذ الجامعي عنده راي، والاخر عنده راي، خلي الاراء كلهم يشاركوا في بناء الدوله الجديده. إذن فيه مستويات تاع نقاش ومقبوله كلها. فيه بالنسبه لبعض الانحرافات، هذا طبعا احنا كاين الناس اعداء مجاهله. سي العربه الناس ما يعرفوش. سي العربه راه خبير دولي. انا سمعت واحد شاب يقول الدستور هذو داروه بيروقراطيين، عمره ولا كان بيروقراطي ولا الخبره نتاعو تستعان بها الامم المتحده. اولا، ثانيا العربه، سي العربه انا عندي ثقه فيه كبيره لانه ابن شهيد. قدرش نتهمه انا بامور اللي الوالد نتاعو شهيد والله يرحم الشهداء نتاعنا استشهد بلا اله الا الله محمد رسول الله. قدرش نتهمه انا بامور اخرى. سي العقون المقرر نتاع اللجنه اولا ابن شهيد، والوالد تاعو رحمه الله وطيب ثراه هو والشهداء تاعنا توفى مع خوه بالمهيدي رحمهم الله كلهم. وزيد باباه كان عضو من اعضاء جمعيه العلماء. اي واش نزايد عليها انا في نقص ولا هادي وما الامور. انا عندي ثقه في اللجنه، ناس وطنيين متمسكين بالثوابت نتاع الامه. وهذا النقاش اللي دار واللي خلى اتهامات مشات كنت متوقعه كذلك. علاش؟ انا من البدايه وقلتها وقالتها اللجنه ان الثوابت نتاعنا ماهيش مطروحه للنقاش. فصلنا فيها ولا نقاش فيها، لا من ناحيه الدين ولا من ناحيه الاصول ولا من ناحيه كذا ولا من ناحيه كذا. اذا اعتقد ان ان شاء الله سحابة صيف مرة. أما الثقة مطلقة في الروح الوطنية نتاع سي العرابة والمقرر نتاع سي العقون واللجنة بصفة عامة.